بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده طبعا احتدى على ارواح الخمسه اللي في محافظه البحر الاحمر اللي توفوا طبعا نتيجه مرض او فيروس كورونا واللي اعلنت عنهم وزاره الصحه. طبعا ندعي لهم بالرحمه وربنا يثبت اهلهم ويصبرهم ان شاء الله. نقرا لهم الفاتحه. انتوا بقى هنا انقسمتم لقسمين، البعض منكم طبعا صدقني والبعض منكم كذبني وقال لي ازاي اهو ده اللي مطلوب منكم، اهو ده اللي عايزينكم تكونوا، يا تصدقوا اي حاجه تسمعوها يتكذبوا اي حاجه تسمعوها. فساعات طبعا بتصدق الكذب وساعات بتكذب الصدق، يعني وظيفه حضرتك السماع بس. احباب الغالين عليا اهلا بكم مره تانية. قبل بس ما اتكلم ولا ابدا اي حاجه انا عايزك تبقى عارف بس ان اللي انا هقوله النهارده ده هو مجرد رايي انا الشخصي، وزي ما طبعا كلكم عارفين ان انا بحاول اتكلم عن اي حاجه براي مغاير او بوجهه نظر غير. انا بصراحه شايف ان الكلام اللي بيحصل ده كله اي كلام، وقبل طبعا ما تنتقدني انا عايزك تسمع كلامي للاخر، ولو عندك رد منطقي رد عليا وانا هتناقش معاك فيه. ايه فيروس كورونا ده، او كما قالت طبعا الست في عبده مكرونه؟ وليه طبعا المصريين بيتعاملوا مع المرض على اساس انه افيه سخيف؟ وهل صح ان احنا نبدا نخاف من المرض ولا نعيشها ايزي ويا جبل ما يهزك ريح؟ هل فيروس كورونا هو اول حاجه تعدى علينا او على العالم؟ بدانا طبعا زي ما نوهت ان الموضوع كله مجرد راي انا الشخصي يا شباب، واللي خلاني طبعا ان نتبنى الراي ده تجارب انا مريت بيها في الخداع. واحد طبعا يجي يسالني يقول لي طب لما هو المرض فيك الناس اللي بتموت دي ازاي؟ يعني جرافيك مثلا ولا ايه بالظبط؟ طبعا هنا انا هرد عليك ردين، ارد عليك اه طبعا فيك، والناس اللي بتموت منه ايه الدليل اصلا انها بتموت من المرض ده او بتموت من الفيروس ده، ومين هي اصلا الناس دي؟ انا اعتبر مش عارف. اما الرد التاني طبعا اه ممكن يكون فعلا ان في فيروس، بس طبعا هم اللي متحكمين فيه، يعني انشر المرض، اخترع مصل او طلع مصل، خبي المصل، طلع المصل في وقت معين، عوض كل الخسائر اللي انت خسرتها في بيع المصل ده. مين هم طبعا الناس دي انا بصراحه مش قادر احدد، بس سواء كده او كده الموضوع في حاجه خفيه وكبيره جدا. طب تعالى كده بالراحه ونتكلم بالعقل. سمعنا قبل كده عن فيروسات وامراض كتير زي مثلا انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير، طبعا ما ان احنا ما عندناش انفلونزا خنازير او ما كناش خنازير اصلا بس كنا بنخاف. المهم بعد لما حصلت الحاجه بتاعت انفلونزا الطيور دي كل الامهات الطيبه جابت كل الطيور اللي في البيت طبعا بط وحمام وكل الحاجات اللي انت بتحبها دبحتها وحطتها في التلاجه. شوف ناس طيبه يا خال، على اساس ان الفيروس مش هينتقل لما تحطه في التلاجه. المهم طبعا كلنا عدينا بالتجارب دي، بس السؤال طبعا رفيع جدا، هل حضرتك عدى عليك او تعرف حد من صحابك او جيرانك او حد في الشارع او حد قريب منك مات بسبب انفلونزا الطيور؟ امال طبعا الحكايه ازاي؟ عارفين ان كل يوم بسال نفسي والله هل العالم اللي احنا فيه ده حلم واحنا نصحى قريب؟ هل كل حاجه بتحصلنا فعلا بتحصلنا ولا ما بتحصلناش؟ انا طبعا مش عارف بجد اوصف حاجه انها صدق، وما عنديش يقين 100% ان انا اقدر اكذب حاجه. احداث 11 سبتمبر من الحاجات اللي الاعلام الامريكي حكم على المجتمع الاسلامي والعالم الاسلامي كله بالغرب عن العالم، وفي النهايه طبعا الاحداث دي كلها كانت فيك. ازاي يا عم؟ ازاي فيك؟ ده المبنى كله اتدمر. ايوه فعلا اتدمر، وده الجزء الحقيقي في الموضوع، بس اتدمر ازاي؟ هي دي الكذبه. وكده يحضرني قول كريم الشاذلي لما قال ذكر نصف الحقيقة كذب. احنا هنا قلنا انه فعلا اتدمر، بس اتدمر ازاي؟ هي دي الكذبة. ولو طبعا مش مصدقني حاول ان انت تراجع الفيديوهات الخاصة بالموضوع ده وانت هتعرف الصح ايه. وطبعا بما ان امريكا طبعا وصلت لحاجات متقدمة جدا في التكنولوجيا والخداع البصري والحاجات اللي انت بتشوفها طبعا في الافلام، فاكيد سهل عليها انها تزيف الطيارات وتزيف الحاجات اللي حصلت دي. من الحاجات التانية طبعا اللي متحكم فيها المجتمع الامريكي هو رأيك بأي شخص. صدام حسين طبعا لما كان عايش كان كل الناس بتكرهه، كل الناس طبعا بتقول لك ان هو في حاجات كتيرة. سبحان الله لما مات صدام حسين انقلب بقى فجأة لزعيم الأمة واللي كان بيحارب أمريكا واللي كان واللي كان واللي كان. نفس الكلام برضو أنا مش قادر أسأل أو مش قادر أصدق، هل مثلا أسامة بن لادن هل هو فعلا المقاتل اللي أرهق أمريكا فعلا، ولا هل هم اللي عملوه أصلا؟ بصراحة طبعا أنا من كتر التفكير بطلت طبعا أفكر في أي حاجة عشان خاطر ما نتعبش. اللي ضيعنا بجد والعاجل أصبح مجنون في المجتمع ده طريقة تفكيره في طريقة تفكير الناس. الله سبحانه وتعالى وضع لك طريقتين للتفكير، انك تفكر بدماغك او بعقلك عشان خاطر تتوصل لوجود الله سبحانه وتعالى، والطريقة التانية بقلبك، ودي طبعا عشان خاطر تؤمن بالغيبيات اللي دماغك عمرها ما تقدر تفكر فيها. مشكلة المجتمع اللي احنا فيه طبعا الخلط ما بين التفكيرين، وكل مشاكل حياتنا في الموضوع ده. وكفاية كده طبعا عشان خاطر ما نبعدش عن الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه. في النهاية طبعا انا عندي نصيحتين ليك، عش ما شئت فإنك ميت
وأحبب من شئت فإنك مفارقه. النصيحة الثانية طبعا، إلزم بيتك واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع أمر العامة. يا رب طبعا الناس تكون فهمت الكلام اللي انا عايز اقوله والحاجه اللي انا عايز احكي فيها، وارجو ان ما اكونش طولت وما تعبتش دماغك، بس بجد احنا محتاجين نفكر ونعمل اعاده تفكير لاي حاجه بنفكر فيها. وفي النهايه طبعا انا عن نفسي عايز اهدى كده ومش عايز افكر في اي حاجه. عموما اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.